أحسن الله إليكم. السائلة أم عبد الله من الرص بعثت عددا من الأسئلة، تقول في الأول: أسأل فضيلة الشيخ عن صلاة السنة قبل الفريضة عندما أتأخر عن صلاة الفريضة، ربما تقصد الراتبة القبلية، تقول: بسبب من الأسباب ثم أريد الصلاة، فهل أقدم السنة على الفرض أم أصلي الفرض فقط؟ نعم، تأتينا بالسنة ثم تأتينا بالفرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام هو وأصحابه عن صلاة الفجر في بعض الأسفار ولم يوقظهم إلا حر الشمس، فإنه صلى الله عليه وسلم أمر المؤذن فأذن ثم صلوا الراتبة، ثم أمر المؤذن فأقام فصلى بهم الفجر.